قبل بداية المقطع يا ليت إذا كنت جديد على القناة تشترك وتفعل جرس التنبيهات، أهم شيء تشترك خلونا نوصل 55,000 قبل نهاية 2021 بإذن الله لكم قدها. الشيء الثاني إذا كنت حابب تعلن وتتواصل هذا حساب في إنستغرام راح أترك لكم إياه تحت أو قدامك، هو طبعا فارس أوفيشال نفس اسم القناة بس بعد السي في يعني أقصد أحذف حرف الآي، أوكي حرف الآي اللي في النهاية أحذفوه. طبعا حابب أنوه على شغل إنه إحنا اليوتيوبرز السعوديين او اي يوتيوبرز من اي دولة ثانية ما نقدر نحط اي مقطع من الدوري السعودي، وانتم بتعرفون اني لسه ما طلع وجهي، فبعدين خلي دي الشغلة باذن الله. فيعني اذا ما تبغى تشوف المقطع فمن حقك تطلع، ما راح الومك، بس يا ليت نترك السلبية ونترك السب والكلام السيء لانه لا يمثل في النهاية الا على تربية الشخص. اذا حابب تتابعني يا اهلا وسهلا فيك، واذا مو حابب برضو يا اهلا وسهلا فيك. فانا راح احط لكم صور، راح اتكلم لكم عن رايي في المباراه بكل امانه. رده الفعليه نفسها الراي ترى بكل امانه، بس الفرق انه الاسم يختلف. طبعا الاهلي والشباب، بدا الاهلي بحراسه المرمى محمد العويس، قلوب الدفاع خبراني ومعتز، في اليمين حسون، في اليسار لوكاس ليما، خط الوسط عندنا كان الاسمري وفجسه، وفي الجناح الايمن اوسو، وفي الايسر متريتا والصانع مارين، والمهاجم السوم. اما الشباب ارلا احمد شراحيلي والمدافع تشيلي، بعدين الصقور والشامخ، خط الوسط كان اللي هو حسين القحطاني ونداي، وفي الاجنحه جوانكا والاخ نواف العابد والمهاجم الحمدان، وطبعا كان في الوسط برضو تركي العمار صانع لعب. فبكل امانه الاهلي يعني كان شويه يعاني في التشكيله، انا اشوف كان نوح الموسى المفروض يبدا اساسي، عبد الباسط هندي بدال محمد خبراني، سلمان المؤشر بدال اوسو لانه سلمان المؤشر كان اجهز بكل امانه، لكن من هذا القرار راجع المدرب. اما الشباب كان يعاني من غياب بانيجا ومارتينيز، الا انه هذا ما اثر في الشباب كثير لانه الشباب قدم مباراه جدا ممتعه نفس ما قدم الاهلي مباراه ممتعه بكل امانه. الاهلي افتتح التسجيل عن طريق عبد الله حسون اللي قدم كرة جدا حلوة، شاتها صقعت في مدافع الشباب، راحت في العارضة ورجعت من جديد ودخلت جول، كان هدف جدا خطير ويا ليت نقدر اوريكم اياه، لكن تعرف الحقوق وذي الشغلات ممكن تتسكر القناة بسبب الحقوق. فبكل امانة عبد الله حسون افتتح التسجيل، من اهم نجوم المباراة بالنسبة لي عبد الله حسون، انا كمشجع اهلاوي عبد الله حسون قدم مباراة جدا جميلة ما قصر فيها. ممكن الان ببدا اقيم لكم مشكلتي الهي، بعدين راح نرجع للأهداف. تشكيلة الأهلي الصراحة حراسة المرمى العويس، أقول لكم خلونا نكمل في نقطة المباراة أوكي، بعدين نرجع للتشكيل يعني التقييم. بعد ما سجل حسون استمرت الكرات والضغط والأهلي ضيع، الشباب ضيع، ألين ما جاء الغلط، جات غلطة من العويس، العويس رفعها إلا جات يعني كيف أقول لكم صعبة على خبراني، فأخذ خبراني جاي بيغير اتجاه الكرة إلا قطعها منه جوانكا وسجل منها الشباب جول. وبعدها انتهى الشوط الاول بنتيجه 1-1، بعدين رجع الشوط الثاني غلطه فادحه من العويس دخلت الكوره من تحته، بقي فواز الصقور والمرمى، فواز الصقور سجل جول، وبعدها بغلطه فادحه جدا ايضا من حارس الشباب ارلا ناولها الماركو مارين اللي استلمها وقدم كوره جدا جميله وحطها في الزاويه 90. فطبعا هذه اهداف المباراه. فبكل امانه لو بنتكلم سريع عن تشكيلة الأهلي، حراس المرمى العويس أبدا ما كان في مستوى، يعني صد ممكن يعني كم كرة لكن عنده أغلاط فادحة وكان من أسباب تعادل الأهلي بكل أمانة. السبب الرئيسي في تعادل الأهلي بالنسبة لي هو محمد العويس. قلوب الدفاع معتز وخبراني، معتز ما قصر، خبراني لك عليه شوية الصراحة. حسون من أهم نجوم المباراة، لعب مباراة جدا جميلة. لوكاس ليما متوسط بكل أمانة، فيعني لوكاس ليما كيف اقول لكم انه لاعب متوسط بكل امانه، انا اشوف انه ممكن الاهلي يقدر يستغل ذي الخانه في قلب دفاع احسن له، لانه الظهير ايسر تقدر تجيب لعيبه محليين، انا اشوف انه تجيب لعيبه محليين احسن، خصوصا للسنوات القادمه راح ينخفضوا عدد الاجانب اكيد بشكل كبير، فالمفروض انه تتعود من الحين وتشيل لوكاس ليما بكل امانه وتجيب ظهير ايسر محلي. فيسا زي ما تقولوا مره بدع، مو مقصر فيسا، يقدم دور كمحور وأكثر بكل أمانة، لاعب قتالي، لاعب يلعب بالروح، لاعب ممتاز بكل أمانة، لاعب كان يحتاجه الأهلي وفعلا لقيه الأهلي. الأسمري مشكلة الأسمري في التمريرات القصيرة جدا، يعني يشوتها في رجل اللاعب وهذا شيء جدا سيء. الأسمري في نقل اللعب يعني أنه يراوغ يعدي، التمريرة الخفيفة
بعض الأحيان يضبطها وبعض الأحيان طبعا تجي جدا سيئة زي ما قلت لكم. التمريرات الطويلة هي أفضل ما يقدر يقدمه لك علي الأسمري. ماركو مارين بكل أمانة هو نجم المباراة. أنا أقول لكم ماركو مارين نجم المباراة اليوم، قدم أحلى مباراة من يوم ما جاء الأهلي. اليوم ماركو مارين شيء والله العظيم شيء، بدع 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 ما شاء الله تبارك الله. أنا عجبني ماركو مارين، عجبني عجبني عجبني، راوغ، عدت مركز، سدد، سوى كل شيء ماركو مارين، عرض يا أخي والله ماركو مارين اليوم نجم المباراة، بس اللعيبة ما تساعده معه بكل أمانة. متريتا أوسو أوكي كويسين يمشوا، يعني ما هم مقصرين، قاعدين يقدموا كل ما عندهم بكل أمانة. متريتا ما قصر. المهاجم السوما ما كان في يومه، السوما ما كان في يومه أبدا، يا ليت اليوم كان حطم الرقم القياسي لكن ما كان في يومه بكل أمانة. الشباب أنا أكثر لاعب عجبني في الشباب اليوم بكل أمانة ممكن يكون يعني هم ثلاثة لعيبة بكل أمانة، في كثير بدعوا لكن اللي عجبوني أكثر شيء أقدر أقول لكم ممكن فواز الصقور. فواز الصقور عجبني بكل أمانة، جوانكا، ويعني ممكن أقدر أقول لكم اللاعب مو تركي العمار ولا انداي، نقدر نقول يعني والله ممكن أقول لكم المدافع، المدافع تشيلي ما قصر صراحة، قدم مباراة حلوة. فهذه بالنسبة لأفضل لعيبة في كل فريق منهم. بالنسبة لإيجابيات والسلبيات في النادي الأهلي، الإيجابيات الأهلي اليوم يعني لعب كرة حلوة، كان في هجمات كثير، لكن المشكلة اللي إلى الآن ما لقيوا له حل الإنهاء. الإنهاء في الأهلي جدا سيء، اللعيبة ما هم قادرين ينهون الكرة بشكل سليم في المرمى صراحة، أبدا ما هم قادرين يعني يحلون هذه المشكلة. طبعا إيجابية ثانية في الأهلي اليوم بكل أمانة اللي هو ماركو مارين، من أهم إيجابيات مباراة اليوم هو وحسون. بالإضافة للشيء الآخر يعني غير مارين وحسون، في سلبية حابب أتكلم عنها أيضا واللي هي الدفاع. الدفاع إلى الآن الأهلي ما لقي له حل بكل أمانة. الأهلي في الشتوية بحاجة قلب دفاع أجنبي، أو الفترة القادمة المدرب يعطي عبد الباسط هندي فرصة ويلعب أساسي بجانب معتز. عبد الباسط مدافع جدا ممتاز، يسجل لك أهداف، لاعب يعني عنده ما شاء الله مقومات المدافع الناجح، ممكن الجسم بس هي مشكلة اللاعب الوحيدة. فأنا أتمنى أنه عبد الباسط يحسنوا الجسم شوية، صدقوني عبد الباسط بيكون من أفضل اللعيبة السعوديين، خصوصا يعني في مركز قلب الدفاع اللي هو مركز ما في لعيبة كثير في المملكة بكل أمانة. يعني الحين السنوات الأخيرة فعلا بدأ يظهر مثل لجامي، مادو، في كثير ما أبغى أنسى أحد، فعشان كذا خلاص قلت لكم لجامي ومادو بس عشان لا أزعلوا جماهير الأندية الثانية. على العموم تكلمت لكم عن الأهلي، تكلمت لكم عن الشباب. الأهلي بحاجة تصحيح الأغلاط الدفاعية في المباريات القادمة، وأن العويس يكون مصحصح أكثر، لأنه اليوم عدت على خير لكن المرة الجاية عويس ما تعدي بكل أمانة، وغلطة الشاطر بعشر يا عويس. فهذا هو رأيي في المباراة، أنتم أعطونا رأيكم في التعليقات وقولوا لي من برأيكم أكثر لاعب عجبكم في المباراة ويستحق نجم المباراة. أنا بالنسبة لي زي ما قلت لكم ماركو مارين. كان معك فارس فارس وفشل، وليت إذا ما اشتركت في القناة تشترك وتفعل جرس التنبيهات. خلونا نوصل 50,000 مشترك قبل 55,000 مشترك قبل نهاية هذا العام بإذن الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اذكر الله أيضا نقول ما شاء الله تبارك الله، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تحياتي للكل، مع السلامة.